دليل كرشك معي أنا الشيف شادي زيتوني من الاثنين للجمعة 10 صباحا بتوقيت بيروت وبإعادة 6 المساء على راديو تموز الإلكتروني. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10 سهيلي الطريق العام N57 كسروين 00961923103 00961321970 ايميل info@chefcz.com www.chefcz.com. أصدقاء راديو تموز، محبين الشيف شادي، أحباء برنامج دل الكرشك، أهلا وسهلا فيكم اليوم بحلقة بتعقد، بحلقة لكل محبين اللحمة ولكل محبين اللي بيحبوا يطبخوا اللحمة، وحلقة كمان لكل يلي بيحبوا البيف فيلي. طيب أول شيء الفيلي اليوم مين ما بيحب؟ إلا هلا إذا حدا بيطلع بيرفع إيده بيقول لي أنا نباتي ما باكل لحمة، ساعتها خلاص يمكن يتسمع على كلامنا بس ما ينفذ كمان الأفكار اللي بدنا نعطيها. أول شغلة بدي أقولها لهلا عم يسمع الحلقة على قناة يوتيوب راديو تموز، في عندكم دايما بالديسكريبشن فيديوهات بتاخدكم كمان لعندي على قناة يوتيوب، اوكي عنا فيديو كتير حلو بيحكي عن البيف فيلي ويلينغتون، وبقلب نفس الفيديو في عجة المقاني. يا ماما شو طيبة على الترويقة يا ماما. اوكي وعنا كمان فيديو كمان في بقلبه فيلي مع صلصة الكريمة والفطر وبروسكيتا الجبنة. اكيد على قناتي فيكن تكتبوا بيف فيلي او فيلي ان كان بالعربي بالانجليزي بالفرنساوي، بيطلع لكم الليستة كلها سوا. يعني بقلب قناتي في اكتر من 1800 فيديو، اوكي فيكن اكيد مش كلهم فيليات بس انه على القليل لازم تلاقوا 20-30 فيديو بيحتوى على وصفات لحمي بيف فيلي او غيرها او حتى فيل فيلي، او عندي شي 10 حلقات عاملهم مستعملين الفيلي تبع الخروف الموتون. ما تتصوروا قديش طيب، ما تتصوروا شي فظيع. اكيد في فيليات سمك اوكي او غيرها، هيدا ما عم نحكي عنه اليوم. طيب بالنسبة للبيف فيلي هي من اطرى شقف اللحمة الموجودة عند الحيوان. اوكي هلا يعني اذا بناخذ اي ناخذ البيف القطعه، القطره هي البيف فيلي. هلا بناخذ نوع بيف تاني، اوكي يعني نوع من البقر او العجل مختلف ببلد تاني مختلف، واخذنا تنقول اليوم عجل او بقره مختلفه ببلد تاني، ممكن يكون لحمه هيدي البقره مش الفيلي اطرى من لحمه الفيلي تبع البلد التاني. اوكي يعني هيدا لانه لحومات بتتغير اوكي تبع الحيوانات من منطقه للتانية، وهيدا اللي بيحدده نوع الحيوان او كمان العلف تبعوله او غيره او غيره. تنحكي عن نفس الحيوان ناخد منه اللحمة، اطرى لحمة هي الفيلي واغليها اللي هي الشقفة بتكون على الظهر، اوكي اللي بتكون بين الضلوع اوكي تبع البقر معروفة، من ميل بيكون في عنا الفوفيلي اوكي واللي بتكمل الانتركوت وغيره، ومن ميل تاني بيكون عنا الفيلي. ببين هيك عليكم سميك من ميل ببلش كمان بالنص بعقد بجنن هيك كمان سميك، بس بيصير اقل سماكة من الراس تبعوله، او خلينا نقول مش الراس خلينا نقول الكعب لانه الراس بيكون كتير رقيق. سهون شو بدنا نعمل؟ فينا الفيلي كله هيدا نستعمله ونقدمه كفيليات، بس اكتر شي بيتم استعمال
70% منه، يعني من الكعب نطلع شوي صغيرة لفوق حوالي شي 10 سنتي، ومن هونيك ببلش أوكي، لأنه في عنا شوي تعروق بالأول، ومنروح لرأس الفيلي. رأس الفيلي بيصير رفيع كتير، منشيله نحن على جنب مشان يكون عنا الفيلي بنفس كمان الحجم تبعوله الدائري أوكي كله سوا. وكمان متطلع بالشقفة كلها سوا منلاقيها شقفة متوازية ومتساوية بالسماكة تبعيتها. شو بنعمل هون؟ بدنا نقطع الفيليات. أكيد نحن الفيلي لازم يتقدم، إذا عم يتقدم لكل شخص لازم يتقدم بين 200 250 جرام 230 جرام حسب شو مسعرين الفيلي وحسب نوع المطعم. يعني مرات كتير منلاقي انه عم يقدموا لنا بفيلي بمطعم فاين داينينج كلاس يعني 120 جرام اوكي، مش ضروري، واخدين يمكن سعر فائق، بس بيكون في كذا كذا ربا يعني كذا طبق عم يتقدم. يعني اليوم بلشنا بالابيتايزرز واحد، ابيتايزر اثنين، ورحنا على طبق تنقول فيليه، بعدين طبق تشيكن. هون بيكون الفيليه بيكون حوالي نص بورشن يعني او 40% من البورشن. بس إذا واحد بده ياكل لوحده فيليه على القليل بده يكون بال 250 جرام. سو بيكون دائري وسميك. ويلي بده ياكل فيليه بده يعرف انه ما لازم نستوي اللحمه كتير، لازم تكون اللحمه خلينا نقول يعني ميديوم رير. ميديوم رير معناتها انه بيكون في بعض مي بقلبها اوكي، بس مقصه بتطلع لبرا هالمي اوكي، للونها كمان احمر. وكمان هون بيكون طري، لانه كل ما نحن نجي نستوي اكتر كل ما بينشف عنا الفيلي. شو الحل يا شيف شادي اذا بدنا ناكل فيلي وما يكون ني بقلبه؟ هون بدنا نعمل ستيك فيلي. ساعتها الفيلي منقطعه يعني ناخد شقفة صغيرة منه مننزل فيها، بس مش على الآخر، نرجع منشيل السكين منقص واحدة مثل للآخر، بيصير عنا شكله مثل الفراشة المفتوحة، منحطه بين ورقتين من الخشخاش أو النايلون ومندقه. هيك كمان ما بياخد معنا كتير وقت على النار أوكي، ولأنه رقيق بيستوي عنا بسرعة وبيضل طعمته كمان طيبة. بس اليوم يلي بده يختار الفيلي بده يكون على علم أنه الفيلي لازم يتقدم بهالطريقة، مش معناتها اوعوا تاكلوا اليوم ويلدان، لا، اللي بده ياكلوا ويلدان أو ميديوم كمان في يعمل، لأن احنا عم نحكي على الطرق الصحيحة. طيب كيف فينا نعمل الفيلي تنقدم معه أي صوص؟ نحنا فينا نعمله أكيد على الجريل وبعدين نكفي الكويسون والطبخ تبعوله بالفرن، وفي يكون على الجريل من الاول للاخر، وفي يكون كمان يعني الجريل يعني الشوية، وفي يكون بقلب مقلي، يعني انا بحط مقلي على النار زيت او زبدة بقلب المقلي، وبجي انا هالفيليه من دون ما اعمل في شيني، ما لازم هالفيليه اجي كل شوي صغير يدخل السكين بقلبه او الشوكة تأبرمه، ابدا بده يكون معنا ملقط حتى ما نخلي المي بالداخل تطلع لبرا. وهيك بيصير عنا الفيليه مثل ما قلت قبل بينشف من المي وبيطلع عنا ناشف. طيب يا شيف شادي، جينا لكن نحن عطينا لون للفيلي من جميع الجوانب مع الزبدة مع الزيت او على الشوية او كمان بالفرن، وبعدين منكفي الكويسون تبعوله بالفرن. بعد ذلك تنقول عملناهم بدنا نعمل لهم صوص. الصوص ممكن نعملها هو والفيلي بقلب المقلي، وفيها تكون الصوص محضرة على جنب اي صوص كانت، بس بدنا نقدم منجمع الصوص مع الفيلي ومنغليهم مع بعضهم ومنقدمهم، لانه في كتير من المطاعم او البيوت بيحبوا الفيلي يقدموه سخن بقلب الطبق او بنص الطبق، بيحطوا حده من البروكولي او اي نوع من السلاد او اي نوع من خلينا نقول الكونتور حد الطبق، وبيحطوا الصوص اون سايد على جنب، وفي عالم بيحطوا الصوص على طرف الفيلي، وفي كمان اشخاص بيحبوا انه الفيلي يكون كله
مغلي مع الصوص. هذا بيرجع لألكن أنتو. أنا من الأشخاص اللي بحب أغلي ببيتي، عم بحكي أغلي الفيليه مع الصوص، أي صوص كانت، حتى يعشق الفيليه، حتى تدخل على قلب الفيليه، حتى حس بطعم الصوص أكتر وأكتر. هلا رح نكتب قدامنا نوعين من الصوص، أوكي، ورح يكون عندكم النوع الثالث بقلب الفيديو، والنوع الرابع بقلب الفيديو كمان الثاني. صلصة الفطر أوكي للفيليه، هون بدنا نجيب نحنا أوكي، تنقول كل فيليه 200 جرام لازم على القليل يكون عنا 100 جرام من الصوص نقدمها مع الفيليه. إذا الفيليه يعني 200 جرام بنقدم معهم 100 جرام من الصوص، 100 جرام من الفيليه بدنا نقدم معهم 50 جرام من الصوص أقل شيء، إن كان على الفيليه أو حد الفيليه. إذا بدنا نروح على الفطر، إذا عم نحكي نحن اليوم للفيليه الواحد بدنا حوالي 100 جرام مش أكتر، عم نحكي على الفطر الطازة، يعني 100 جرام بيطلعوا شيء 3 حبات أو 4 حبات، لأنه بس نجي نقليهم بيقلوا لأنه بيحتوى على مي. أما إذا بدنا نروح على الفطر المعلب الكمية بتكون أقل. بدنا شوية صغيرة من زيت الزيتون أو الزبدة، بدنا كمان حوالي 10 جرامات مفرومين من البصل، بدنا جرامين يعني حص إلا من الثوم مفروم، إكليل الجبل ربع ملعقة صغيرة يعني شي لا يذكر، شوي صغيرة مفرومين، عم نعمل بورشن وحدي نحنا أوكي. بدنا رش صغيرة من الفلفل الأبيض ورش من الملح، من الكريمة الطازة بدنا نص كوب، بيطلعوا حوالي 90 للميت ملي للبورشن الوحدة. ومنجي نحنا هون بدنا نحط، بدنا نبتكر نحنا صلصة، بدنا نحط التاتش تبعيتنا، بس ما تقولوا لحدا، بتجيبوا 30 جرام فقط لا غير من الباربيكيو صوص. كمان احنا عنا حلقة كتير حلوة هلا فيكم تلاقوها كمان على يوتيوب راديو تموز، بتحكي كيف منعمل الباربيكيو صوص بالبيت. هلا الكتار رح يقولوا يا شيف شادي انت حطيت الباربيكيو صوص محل الديمي جلاس، مزبوط، بس كمان احنا عملنا حلقة للديمي جلاس، بس حبيت بهيدي الحلقة وصل فكرة انه فينا نستعمل الباربيكيو صوص بقلب صلصات تانية، مش بس مع الجوانح او تنقول مع الدجاج او شي، فينا كمان ندخل الباربيكيو صوص بكتير من الصلصات يلي منقدمها مع الدواجن او اللحومات. طيب يا شيف شادي اخذنا بنصيحتك وجبنا 30 جرام من الباربيكيو صوص اللي حضرناهم بالبيت او اشتريناهم، نجي على المقلي منحط فيها الزيت البصل الثوم، نقليهم شوية، منكب اكليل الجبل نطفي صغيري بقلبهم، بعدين منكب الفطر مقطعين، ما نقليهم كتير اوكي لانه بعد شوية صغيري بدهم يغلوا، يعني نقليهم شوية صغيري، او اذا بدكم فينا نعمل شغلي بناخد نص الكمية منقليها اوكي منيح، وبعدين منحط الكريمة فوقهم، منحط الباربيكيو صوص على نار خفيفة مع الملح والفلفل، وبعدين قبل ما نقدم الصوص مع الفيليه او على الفيليه منحط بقلبها المشرومز الفريش بعدهم، هيك بيضلوا عاطيين قيمة اكتر وحجمهم اكبر ولونهم بيكون بعده ابيض. هون احنا صار عنا الصوص جاهزة، فينا نقدمها، فينا نحضرها قبل، نعمل اللي بدكن ايه، وهون بيكون عنا الفيلي اكيد جاهز وفينا كمان نقدمهن مع بعضن. اما بالنسبة عندي هلأ صلصة كتير حلوة رح تعجبكن كتير والاسم رح يعجبكن كتير، هي صلصة جبنة البري. جبنة البري العالم كلها بتحبها، اللي اذا في حدا عم يسمعنا ما بيعرفها بتمنى انه يسأل عنا بالسوبر ماركت يشتري حتى ولو كمية قليلة تيتعود عليها او تيشوف اذا بيحبها، وما بعتقد حدا رح يرفض طعمة البري، من اطيب انواع الجبنة اللي انا كمان دقتها بحياتي. بدنا من كمان اذا بدنا نعمل نحن اليوم مثل ما قلتوا يعني اليوم اذا عم تاكلوا فيليه بكون تقدموا 100 جرام، خلينا نقول نحن هلأ عم نعمل هيدي الصلصة لكمية بتأدي لخمس أطباق،
يعني خمس فيليات، ونفس الصلصة فيكم تستعملوها للرافيولي، للباستا، للنودلز، للدجاج، اللي بدكم اياه. زيت زيتون بدنا 30 ملي، ملعقتين كبار من الزبدة بدنا ملعقتين كبار، كمان 25 جرام بصل مفروم بدنا ملعقة كبيرة، حوالي 12 جرام بصل أخضر مفروم بدنا ملعقة كبيرة كمان 12 جرام، بدنا من الكريم فريش حوالي الكوب، يعني بدنا شي 2 كوب، خلينا نقول شي حوالي 400 ملي، جبنة البري بدنا بال 120 جرام، ملح وفلفل. حطينا الزبدة والزيت، علينا البصل المفروم مع البصل الأخضر، جينا حطينا عليهم الكريم فريش مع الملح والفلفل، بلشوا يغلوا، شقفنا البري مش كل الكمية، خلينا خمس شقفات صغار على جنب هيك تنحطهم على الفيليه من فوق من بعد ما نسكب الصلصة، ومنحط الباقي من البري بقلب المقلي او بقلب الكاسرول اللي عم نعمل فيها الصوص، شقف صغار منلاقيهم دايبو، منحرك دايما بخلاط يدوي او مضرب يدوي خلينا نسميه، او ملعقة خشبية او عدم اللي بدكم اياه، نجي نحنا صار عنا الصوص جاهزة، الفيلي جاهز، الكويسون اللي بدنا اياها، وكمان منقدم الصوص على جنب اذا بدنا او على الفيلي، ومنزين بشقفة من لبري. من فيلي البيف اكيد فينا نعمل فيلادلفيا، فينا نعمل الفاهيتا، فينا نعمل الشاورما، فينا نستعمله بأي طبق بيدخله لحم راس عصفور. ومن أطيب الأطباق اللي أنا بحبهم بالميزة اللبنانية السخنة، الفيليه راس عصفور مع الكرز. شي نهار بدنا نعمل حلقة مخصصة عن هيدا الموضوع، وحلقتي بكرة رح تكون مثل العادة أجمل من اليوم. باي. شركة 10 على 10 متخصصة في تطوير مفاهيم غذائية جديدة، إنتاج عروض الطبخ، إنشاء القائمة وتكلفة الغذاء، تقديم دورات تدريبية، تطبيق الفيديو المحمول الغذائي، تنظيم تعزيز الأغذية، تصوير فيديوهات الطعام، استوديو الطهي، العلامة التجارية الكاملة، مطبخ وخلفية التصميم والعمليات، تنفيذ القائمة والتذوق، بناء قدرات الموظفين، توحيد الوصفات القائمة والتدريب ميزان بلاس، الموارد البشرية، إجراء المقابلة والتوظيف والجدولة، تحديد المواقع في السوق F&B. 10 على 10، سهيلي الطريق العام N57، كسروان 00961923103، 00961321979970، إيميل info@chefcz.com، www.chefcz.com. دلل كرشك، معي أنا الشيف شادي زيتوني، من الاثنين للجمعة 10 صباحا بتوقيت بيروت، وبإعادة 6 المساء على راديو تموز الإلكتروني.